لو كنت مخرجا سينمائيا وأخرج فيلما عن العباس صلوات الله وسلامه عليه، وحينما أصل إلى هذا المشهد قصة ألم بنتوني يروي دمع عيوني، قصة ألم بنتوني يروي دمع عيوني، قلت تكره تشوف العين شفت لون عفتوني. إلى مشهد وقوع السهم في القربة وأريق ماؤها، يطيب لي أن تعود الذاكرة إلى يوم من أيام المدينة، أن تنتقل الصورة إلى يوم من أيام المدينة، وكان العباس صغيرا في أيامه الأولى يدرج في بدايات مشيه في الأيام الأولى من صباه. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا وعنده بعض الناس فطلب ماء، قطعا هناك من ذهب ليجلب الماء إلى الحسين، لكن العباس كان أسرع من غيره، يتعثر بأذياله طفل صغير، وذهب وجاء بقدح كبير من الماء، والماء يتصبب من هنا ومن هنا، الماء يسقط على ثيابه طفل صغير، الماء يتصبب من هنا ومن هنا، إلى أن وصل بالقدح ووضعه بين يدي الحسين. هذه القربة التي أريق ماؤها تعيد الذاكرة إلى تلكم الصورة، وحين كمن يزيد ابن وقاد الجهني خلف نخلة فمر العباس وهو لا يلتفت يمينا أو شمالا، كل همه هو القربة، وإلا ما استطاعوا أن يقطعوا يمينه، لكن لأن كل همه هو القربة والسهام تأتي بالمئات وهو بين النخيل، فكمن يزيد ابن وقاد خلف النخلة فضربه على يمينه فضراها قطعها، ومع ذلك ما عبأ العباس بذلك، لا زالت عنده يد أخرى ولا زالت القربة سالمة. حكيم ابن الطفيل الطائي كمن له خلف نخلة أخرى وقطع شماله، شعور تلولي واسمع يا خويا الأيتام عن شخصك سألوني قصة هذه أيضا تعيدني في الذاكرة إلى صورة في المدينة أيضا، حين ولد أبو الفضل وجاءت فاطمة أم البنين فاطمة بنت حزام تحمله، قمطته فقطع القماط كأبي علي ما قمط، ك
كانت أمه تحاول أن تقمطه فما استطاعت، لأن علياً عصي على القيود. هي صحيح قضية جزئية ظاهرية، لكنها ترمز إلى أن علياً ذات وحقيقة عصية على القيود، لا يمكن أن تقيد. العباس نفس الشيء، قطع القماط، حر. هي هذه الحرية التي تحدثنا عنها، هذه الحرية الحسينية، وهذا ملك من ملوك الأحرار. دارت يا خويا الأيام عليه الزلي ركبوني، قصت ألم بمتوني، يرويها دمع عيوني، يرويها دمع عيوني، والتكره تشوف العين، والتكره تشوف العين، شفت لون عفتوني. جاءت فاطمة بنت حزام أم البنين تحمل عباسها. تعرفون ما معنى العباس في لغة العرب؟ في لسان العرب لابن منظور، وهو من المخالفين لأهل البيت، العباس في لغة العرب هكذا يقول علماء اللغة: الأسد الذي تفر منه الأسود. كلمة العباس هي هذه في اللغة، العباس في اللغة، في لغة العرب الأسد الذي تفر منه الأسود. جاءت أم البنين بعباسها فقدمته لعلي. لما أخذه أمير المؤمنين، أين وقع نظره الشريف؟ أول نظرة وقعت على يدي العباس، وأخرج يديه وقبلهما، وكانت دموعه تتدافع. سألته أم البنين: ما الأمر يا أمير المؤمنين؟ هذا الطفل في أول يوم. ما قبله في جبينه، لا قبله في خده، نظر إلى يمينه وشماله، قبل اليمين والشمال، فأخبرها بأن هذين اليمينين، وعباس ليس عنده شمال، عباس كالأئمة المعصومين. حينما يسألون الأئمة باعتبار نحن عندنا يمين وشمال واليمين أفضل من الشمال، يسألون الأئمة يقولون: المعصوم هل عنده يمين وشمال؟ وقطعا هي هذه عناوين اعتبارية، والجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر. قال صاحب هذا الأمر ليس له شمال، صاحب اليمينين الإمام المعصوم. كما قلت في الليلة الماضية بأن الحسين من حيث ما جئته هو كامل، حقيقة كاملة. قال صاحب الأمر، يعني الإمام المعصوم، ليس له شمال، المعصوم صاحب اليمينين، والعباس صاحب اليمينين أيضا. قال بأن هذين اليمينين، بأن هذين الذراعين، بأن هذين اليدين سيقطعان في كربلاء، دفاعاً عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، بالنية التي قلتها أن يكشف الكروب التي فيما بيننا وفيما بين إمام زماننا، كروب هذه النفوس، هذه الظلمات وهذه الغواسق،
واطلبوا بعد ذلك من العباس كل شيء، لكن هذا الهدف الكبير وهذه الحاجة الكبيرة. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، هذه الليلة نحن قد أنخنا النياق عند بابك يا أبا الفضل، نحن قد أنخنا النياق عند بابك يا أبا الفضل. يرويها دمع عيوني والتكره تشوف العين، شفت لمن عفتوني. العارفون بأسرار غيبة الإمام الحجة وأولياء الإمام الحجة، والله هذه حقيقة، المجالس التي تعقد لأبي الفضل العباس ويذكر فيها أبو الفضل العباس، هناك لها عناية خاصة من الإمام الحجة. وهذا الكلام لا أقوله لأجل إثارة عواطفكم، لا والله، هذه حقيقة علمية يعرفها المطلعون على أسرار الغيبة وأسرار الولاية، الذين يعرفون حقائق أهل البيت يعرفون هذه القضية، أن المجالس التي تعقد باسم أبي الفضل، المجالس مجالس الشيعة تكون لها عناية خاصة، تكون لها نظرة خاصة من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. حسبالي يومي كالفاض، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، حضروني بحق عطش الرضيع، اكشف الكرب فيما بيننا وبين إمام الزمان. أسألكم الدعاء جميعا، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.